مسيكم بالخير من استديوهات تلفزيون لبنان، وبأسبوع جديد وحلقة متجددة من تي ال سبورتس. مواضيع كثيرة مرت خلال هذا الأسبوع، يمكن كان أبرزها التركيز على كرة القدم اللبنانية وتحديدا المنتخب الوطني يلي كان عم يواصل استعداداته لاستكمال المشوار بتصفيات كأس آسيا 2019. مباراتين كانوا أمام الأردن وأفغانستان تبعتهم كاميرا تي ال سبورتس. لكن الأهم والحديث الكثير يلي عم يكون بالشارع الرياضي حاليا وبالكواليس أيضا والمكاتب هو عن انتخابات الاتحاد الرياضية. بنعرف بعد كل دورة أولمبية تقام انتخابات الاتحادات الرياضية، وأسئلة كثيرة عم تطرح عن الدور السياسي، الدور الرياضي، ودور أيضا اللاعبين الأساسيين بهالانتخابات باستخدام اتحادات تقدر تعكس صورة جديدة ومشرقة عن الرياضة اللبنانية ومستقبل أفضل لهالرياضة، وخصوصا بعد الانتكاسات المتتالية إن كان على صعيد الألعاب الفردية أو الألعاب الجماعية، وكان آخرها بالألعاب الأولمبية. قبل أيام معدودة على انطلاق الدوري اللبناني أيضا كرة القدم يلي رح نبلش فيها، كانت عم تشهد استعدادات بعض الأندية وإثارة للجدل بسوء الانتقالات، واحدة منهم انتقال مايكل هيليكبي من الرسينج إلى سلام صغرطة. أيضا هم من المواضيع الأساسية رح تتابعهم بحلقتنا الليلة، رح تكون بدايتها مع كرة القدم المحلية. إذن يوم الجمعة من المفترض ينطلق الدوري العام بنسخة جديدة، لكن قبلها كانوا اللاعبين عم يتركوا أنديتهم ويتجمعوا مع المنتخب الوطني بمرحلة أولى ببيروت وبمرحلة تانية بطرابلس. مباراتين وديتين أمام الأردن وأفغانستان عكسوا مرحلة جديدة للمنتخب الوطني المتجدد بعد اعتزال العديد من النجوم، وطبعا مع قدوم وجوه من الخارج. تشكيلة فينا نقول عنها كانت مكتملة بحسب الخيارات الأخيرة لميودراغ رادولوفيتش، لكن من المباراة الأولى أمام الأردن كان في علامة استفهام كبيرة على أداء منتخبنا. عاد منتخب لبنان مجددا للواجهة الدولية والأسيوية بمباراة ودية احتضنتها المدينة الرياضية. لبنان واجه الأردن بحلة جديدة بعد اعتزال عدد من النجوم، بمباراة بيسعى من خلال الطرفين للاستعداد لتصفيات كأس آسيا التكميلية. المدرب المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش أعد تشكيلة بتجمع مزيج من لاعبي الدوري المحلي والمحترفين إضافة للمغتربين. مواجهة الأردن حملت بطياطة العديد من الإيجابيات كما السلبيات. عجلة المنتخب عادت للدوران بعد غياب لفترة ليست بالقصيرة، وإقامة مباريات ودية أثناء الأسبوع الدولي للفيفا أمر ممتاز كان بيفتقده رجال الأرز بالسنوات الماضية. المنتخب بحالته الجديدة دخل المباراة أمام مدرجات شبه خالية بقيادة النجم حسن معتوق يلي ارتدى شارة القيادة. كنا بنتمنى نطلع بفوز، إنما هي مباراة الودية لتتعلم منها ولتستفيد ولتتعلم من أخطائك. بصمات رادولوفيتش بدت واضحة داخل المستطيل الأخضر، حيث نجح رجال الأرز بالسيطرة على وسط الملعب وتناقل الكرة بشكل سلس، ونجحوا بإقفال مناطقهم بشكل محكم مستمدين القوة الدفاعية من العائد لقيادة الخط الوسط هيثم فعور. الشوط الثاني يمكن نال الطعب شوي مننا، خلانا نفقد التركيز شوي، والدليل يمكن اخر هدف لقيناه. المنتخب اللبناني بدا بحاجه ماسه للاعب بيشغل مركز راس الحربه، لاعب بامكانه الوصول لشباك من انصاف الفرص، وهالامر فشل انه يكون فيه اللاعبين القادمين من المهجر سوني سعد وهلال الحلوه، لكن دخول ربيع عطايا اعطى نفس هجومي جديد ونجح باصابه الشباك الاردنيه بهدف رائع بعد عرضيه المميز علي حمام. كنا نتمنى كبدايه بهيدا المنتخب الجديد، الوجوه الجديده وهيدا التشكيل التوليف الجديد، كنا نتمنى نطلع بالفوز. منتخب لبنان نجح بالحفاظ على شباكه نظيفه بفعل تالق الحارس مهدي خليل، وكان بطريقه لتحقيق فوز مهم معنوي من جهه ومفيد على صعيد حصد النقاط من اجل تحسين مركزه بتصنيف الفيفا. لكن السلبية يلي عم يعاني منها المنتخب بمبارياته الأخيرة عادت للظهور، وهي انخفاض المردود البدني للاعبين وتلقي الأهداف بالدقائق الأخيرة، وهالأمر تكرر أمام النشامة عبر اللاعب بهاء سيف يلي أهدى مدربه عبدالله أبو زمع هدف معنوي بخفف عنه الضغوطات. احنا بمرحلة احلال وتبدين، لاعبين ما استدعينا اللاعبين المحترفين، وايضا في لاعبين محليين مميزين ما استدعيناهم لاعطاء فرصة للاعبين الشباب لاثبات وجودهم. وعلى الرغم من الخروج لا غالب ولا مغلوب، تبقى هيك نوع من المباريات مكسب للعمل على معالجة مكامن الخلل بالمنتخب، ويلي اعتبر رادولوفيتش انه بامكانه التخفيف منها تدريجيا وتحديدا عند انطلاق الدوري المحلي واكتمال لياقة جميع اللاعبين. ها
إذن للأسف هي لعنة الدقائق الأخيرة اللي لا تزال عم تلاحق المنتخب الوطني بعد ما كنا تلقينا هدف متأخر ببداية مشوار التصفيات الأسيوية المونديالية أمام الكويت بملعب صيدا. تكرر الأمر بختام التصفيات أمام كوريا الجنوبية بأنسان، وأيضا الأمر حصل نفسه أمام المنتخب العراقي بمباراة ودية أيضا بصيدا عندما تلقينا هدف بداية الأخيرة وخسرنا بنتيجة 2-3. المنتخب كان واضح بهالمباراة أنه بيفتقد للاعب صانع ألعاب يقدر يوصل الكرة إلى الأمام. هذا الأمر كان واضح بالشوط الأول يلي كان شوط سيء للمنتخب اللبناني، بالشوط الثاني تحسنت الأمور، إنما بقيت المشكلة الأساسية والمشكلة المستعصية حاليا وهي الافتقاد لمهاجم صريح يقدر يساعد لاعبي الوسط وأيضا ينهي العملية الهجومية. هالأمر يلي حاول رادولوفيتش يداركه بمباراة اليوم بعد ظهر اليوم يلي أقيمت على ملعب رشيد كرامي البلدي بطرابلس أمام منتخب أفغانستان، حاول رادولوفيتش إيجاد بعض الأوراق الهجومية عبر إدخال حسن شعيط وربيع عطايا بشكل أساسي من بداية المباراة. كان عنده أيضا تغيير بإدخال معتز بالله الجنيدي على حساب جوان العمري الموقوف لثلاث مباريات أسيوية وما رح يكون موجود ببداية استكمال مشوار التصفيات. لكن المشكلة لا تزال على حالها، عدم وجود مهاجم صريح يقدر يساعد على الأمر، وهو أمر منه مستغرب بطبيعة الحال بظل اعتماد كل الأندية اللبنانية على مهاجم أجنبي بمركز رأس الحربة. لبنان أفغانستان فوز كان للبنان لكن بحل فردي اسمه حسن معتوق. عاد منتخب لبنان إلى سكة الانتصارات من بوابة طرابلس بعد الفوز على أفغانستان بهدفين من دون مقابل بتاني مبارياته الودية هالأسبوع. انتصار أخذه على عاتقه لاعب واحد أثبت علو كعبه وأكد أنه قائد بكلمة بتحمل الكلمة من معنى، حسن معتوق صال وجيل داخل المستطيل الأخضر وصنع منفرداً الخطورة على المرمى الأفغاني، ولولا وجود المعتوق على أرض الملعب ما كنا شفنا أي خطورة لبنانية تذكر. تألق المعتوق كشف عن خلل فني بالتلت الأخير من الملعب والعقم الهجومي مشكلة يبدو أنه بحاجة لشغل كتير من قبل رادولوفيتش. كلاعب أساسي بالمنتخب عم شوف الاتحاد عم يشتغل، جهاز الفن عم بيتعب، لاعبين عم بيتعبوا، المحترفين عم يجوا من برا كمان عم بيعطونا من خبراتهم. نتيجة إيجابية ضد الأردن حتى مستوى جيد. لبنان عانى طوال 90 دقيقة لهز شباك أفغانستان في الوقت يلي من المفترض أنه نكسر نحس إضاعة الفرص بهيك نوع من المباريات السهلة، لكن منتخب الأرز اكتفى بهدف ملعوب وحيد لسوني سعد، أما الهدف الثاني سجل بعد مجهود فردي من حسن معتوق يلي حصل على ركلة جزاء ترجمة بنفسه لهدف ثاني. رادولوفيتش اعتمد على نفس التشكيلة يلي واجهت الأردن مع إجراء تغييرات صغيرة وتحديداً بخط الدفاع، حيث أشرك معتز بالله الجنيدي مكان جوان العمري يلي حيغيب عن مباراة لبنان بالتصفيات الأسيوية بسبب الإيقاف، وشارك ربيع عطايا كأساسي بعد تألقه خلال مواجهة النشامة. اليوم كان ماتش ما كان سهل عشان الفريق اللي عم نلعب ضده، أولاً كان عم يسكفه الماتش كله وهن كان جايين مبين للتعادل، بس الحمد لله تاني شوط الله وفقنا بالجول وأخذنا الربح. يعني كان نحن بحاجين هالربح كمان لأن ناخد ثقة أكتر بالمنتوش الجاي كمان. فوز معنوي مهم للبنان خلال هالمرحلة الانتقالية قد تحفز اللاعبين خلال المباريات الرسمية بعد إيجاد نوع من الكيميائية بالمواجهات الودية على أمل معالجة نقاط الخلل الكتيرة يلي ظهرت بالوديات من أجل التأهل إلى كأس آسيا للمرة الأولى عبر التصفيات. يعني طبعاً اللاعبين راح يتركوا المعسكر طرابلسي ويلتحقوا بفرقهم بشكل سريع، الدوري على الأبواب يوم الجمعة، سوق الانتقالات أيضاً قربت أنه تغلق. كنا وعدناكم بمتابعة لقضية أثارت الكثير من الكلام وجدال بشارع الكروي اللبناني، هي قضية انتقال مايكل هيلكبي إلى السلام صغرتا بعد ما كان متوقع أنه يوقع لصالح الراسينج. مايكل هيلكبي شو بيقول عن هالانتقال المفاجئ وين فعلاً المشكلة اللي حصلت؟ حرب خطف اللاعبين الأجانب بين الأندية هي سمة الميركاتو الصيفي بلبنان، فبعد الأزمة اللي حلت سريعاً بين النجمة والعهد على أحقية أي فريق بالتوقيع مع لاعب الاجتماعي السابق الغاني نيكولاس كوفي، تكرر السيناريو نفسه مع مواطنه مايكل هيلكبي ولكن بين السلام زغرتا والراسينج. فهداف الدوري اللبناني لموسم 2014-2015 بحسب إدارة الراسينج أتى للبنان بتأشير الدخول بناءً لطلب الفريق البيروتي، فأمنت له سكن وشارك بأحد تمرينات الفريق قبل ما يطلب نسخة عن العقد ويختفي، ولا يدخل فجأة مدير أعماله على خط التفاوض من بعد ما كان عم يفاوض مباشرة وما عنده أي وكيل.
فحمل العقد المقدم من الراسينج وفوض من موقع قوة مع أندية أخرى لكي يوقع أخيرا للسلام زغرتا، الأمر يلي ما تقبلته إدارة الراسينج وهددت برفع شكوى. ولكن تلاقي إدارة الفريق البيروتي اتصال من إدارة السلام زغرتا رطب الأجواء وفتح باب التفاوض مع الفريق الشمالي تحت سقف عدم السماح للاعب بأن يلعب غير بتحويل تأشيرة اللاعب على اسم السلام زغرتا. يبدو أنه فريق راسينج أخذ كتير وقت زيادة عن اللزوم مع هذا اللاعب، وأحد الأصدقاء يعني المشتركين بيننا وبين راسينج عرض اللاعب، ونحن اللاعب بنعرفه بالرياضة ما في شيء ما بيجوز، طبعا يكون ضمن الاخلاق، اللاعب بده يسترزق يعني عنده رزقه، لقاها بالسلام ممكن ما كان يلاقيها بالراسينج. من جهه تعتبر اللاعب الغاني انه بيبحث دائما عن العرض الافضل، وهالمهمه بتوقع على عاتق مدير اعماله. انا لاعب محترف ومدير اعمالي هو المسؤول عن العروض يلي بحصل عليها، ودائما بنبحث على العرض الافضل على الصعيد المادي، وبفضل انتقل لفريق بشعر معه بالراحه، ولهالسبب اخترت السلام زغرتا. الأمور متجهة للحل الحبي بين الفريقين من بعد ما كانت إدارة الراسينج رفعت صوت عالياً محذرة من عواقب هالخطوة، ولكن انفتاح السلام زغرتا على الحلول والمطالب المعقولة للراسينج لحل النزاع، ومن دون أن ننسى العلاقة الطيبة بين الإدارتين، كل أمور ساهمت بتطويق ذيول الخلاف. قبل ما نروح لبريك اعلاني اول وايضا لزميلنا داني حرب، خلينا نشوف المرحله الاولى من دوري الفوتبول كيف راح تكون. الجمعه الافتتاح اجتماع شباب الساحل 3:30 على ملعب بلديه طرابلس، الجمعه ايضا صفا والعهد بصيدا الساعه 5:30، السبت طرابلس الاخاء الاهلي علي بطرابلس 3:30، السبت ايضا سلام انصار 5:30 بزغرتا، الاحد النبي شيت راح يواجه التضامن صور العائد الى الدرجه الاولى الساعه 3:30 بملعب النبي شيت، والأحد مباراة النجمة وراسك بختام هالمرحلة الافتتاحية ساعة 3:30 على ملعب المدينة الرياضية. قبل ما نروح إذن لفاصل إعلاني أول، بدي روح أنا وياكم لعند زميلنا داني حرب يلي بالتأكيد العنوان الأساسي داني كان بنهاية الأسبوع هو رالي لبنان. بالفعل شرب المساء الخير لك ومساء الخير لجميع متابعي تي اسبورتس. بالفعل بهالاسبوع جرى كثير احداث رياضيه، اذا كان نحكي عن سله الرياضه المشاركه ببطوله اسيويه، بدون ما ننسى اكيد عالم اسرع ورالي لبنان الدولي، وبالاخير عندنا بطوله لبنان للسباحه، لكن كل هالامور رح نكتشفها بعد الفاصل. الملف الأهم بحلقتنا الليلة هو قضية الأسبوع، انتخابات الاتحادات الرياضية أصبحت على الأبواب، من دون شك الكل بينطر الحقبة أو الحملة الموسمية لهالانتخابات، قربت بأول أكتوبر رح نشهد انتخابات اتحاد ألعاب القوى يلي هو أول الاتحادات يلي رح يكون في عندها انتخابات، لكن دائما السؤال يلي بيطرح نفسه إلى أي مدى هالاتحادات ممكن تخدنا لمرحلة جديدة أفضل بالرياضة اللبنانية، إلى أي مدى المحاسبة والمساءلة موجودة لاتحادات فشلوا رؤساء وأعضاء، وإلى أي مدى التدخلات السياسية أو التحالفات السياسية بتتلاقى عبر انتخابات من هالنوع. كل هالأمور رح نشوفهم بقضية الأسبوع، خلينا نتابع سواء تقرير مع حسين وهبي. انتهت الألعاب الأولمبية وبدأ الحديث عن انتخابات الاتحادات الرياضية، شغل بالكواليس وكلام بالعلن عن تحالفات وحسابات منها الرياضي ومنها السياسي، أمر منه غريب أبداً عن كل موسم انتخابي، حيث أنه هالانتخابات بتخضع للتجاذبات السياسية اللي بتلعب دور كبير بتحويل بعض المعارك لتسويات أو ما يمكن تسميته بتعيين رؤساء وأعضاء اتحادات. الاتفاقات السياسية بالانتخابات الرياضية أصبحت أمر واقع، وهي باتت بتعتمد على التحالفات الأساسية اللي أبرمت بين الأحزاب أو على اتفاقات ضمن عمليات حسابية معينة ترتكز بأغلبها على المحاصصة، بحيث الهدف الرئيس عند كل حزب هو الحصول على التمثيل المناسب. التدخلات الحزبية بتصير تقريبا محدودة بنسبة أنه الأندية بيقدر يقولوا يا أخي لا هذا الشخص ممكن يكون أحسن من هذا بنسبة معينة. في مطرح تاني الاتحادات تنتخب على صعيد حصص، الحزب الفلاني عنده هاي المجموعة بهذا الاتحاد، الحزب الفلاني بيتفاهموا عليها، وفي مطارح في معارك يعني بتروح على معارك وانتخابات شرسة ويمكن يصير فيها إغراءات معينة. مكاتب الرياضة الحزبية بتنشط كتير بهالفترة، وخصوصا عندما يرتبط الأمر باتحادات أساسية على غرار الاتحاد اللبناني لكرة السلة اللي بتكون دائما العيون مفتحة عليه،
وخصوصا مع انتشار هاللعبة وانديتها على مساحة الوطن. واليوم مع اقتراب ولاية الاتحاد الحالي من النهاية عم يكون السؤال الكبير عن اسم الرئيس الجديد، وهي مسألة بالتأكيد مرتبطة بالمشاورات الكتيرة والمستمرة واللي بيلعب فيها عادة رئيس اللجنة الأولمبية جون همام ورئيس لجنة الرياضة بالتيار الوطني الحر جهاد سلامي دور رئيسي بقرار النهائي. اتحاد الباسكتبول من أكبر الاتحادات الرياضية بالبلد والعين مفتحة عليه منيح، والباسكتبول هي اللعبة إذا بدك الجماعية اللي هي الأكثر إذا بدك متابعة إن كان على شاشات التلفزة أو بالملاعب، شيء طبيعي. فهون معركة واردة بأي لحظة. الكلام عن الانتخابات عم يكون هون مش للتصويب على الدور السياسي المعروف فيها، بل فتح الباب للسؤال عن المرحلة المقبلة اللي رح تعرفها الرياضة اللبنانية، بحيث أنها بحاجة لأفضل الكوادر الإدارية لإنقاذها من الحالة الصعبة اللي عم تعيشها. غياب الدعم عن الاتحادات ودور الوزارة ما بتشكل السبب الوحيد لضعف مستوى الرياضة اللبنانية، إذ يضاف إلها غياب المحاسبة عن الاتحادات وغياب مساءلة رؤساء وأعضاء بعد كل فشل إداري أو فني. وإذا كانت الانتخابات عم بتتم كل 4 سنوات، إلا أنه تأثيرها عم بيكون شبه معدوم على مردود العمل الرياضي اللبناني، فبعثة لبنان إلى الألعاب الأولمبية عادت من دون أي ميدالية، ليتكرر المشهد اللي عرفناه من بعد آخر إنجاز إلنا بألعاب موسكو عام 1980. صناعة الميدالية بتكلف ملايين دولارات، مش 10,000 دولار و 20,000 دولار ربع مول ميدالية. نوي في تحضير، في معسكرات تدريب، في سنوات من الشغل بده ينصرف، بده يعمل برنامج كامل متكامل وينصرف مبلغ يعني لا يقل عن مليونين دولار بالقليلة فترة 4 سنوات. الدعم المالي عم بيغيب عن الاتحادات والمدربين الكفؤين نادرين، إضافة لعدم وجود ملاعب بتغطي كافة الأراضي اللبنانية لاحتضان المواهب. كلها عوامل بتأثر سلباً على مسيرة الرياضي اللبناني، وهو ما تمثل بوضوح بتكوين بعثة مؤلف معظمها من لاعبين بيتركز نشاط وتدريبات خارج لبنان، بوقت بعض رؤساء الاتحادات وأعضائها عم يكتفوا بوجودهم بمنصبهم، وهي المسألة اللي بتطرح سؤال حول عودتهم أكثر من مرة لإلى رغم فشلهم بولايتهم. نحن ببعض الألعاب الفردية نحن كتير قوية بإمكانات كتير 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 ضئيلة. دول عم بتحط 5 و6 مليون على اتحاد ليحرزوا نتائج، نحن يمكن ب70,000 دولار عم نحرز نتائج. هلأ على صعيد يمكن ملاعب شوي كرة قدم أو ملاعب باسكت انعمل بهذا الموضوع أكثر من محل، وفيه بعتقد بزيادة يعني على حجم لبنان وحجم رياضيينا، بس في أشياء أكيد فيها نقص. تحديات كبيرة حتكون عم تواجه الاتحادات الوطنية واللجنة الأولمبية بالفترة المقبلة، فإلى جانب تقييم المستوى اللي قدمه لبنان خلال أولمبياد ريو 2016 حيكون التحضير من اليوم لأولمبياد طوكيو 2020 هو التحدي الأمثل. إلا أنه علامات الاستفهام المطروحة هي حول مدى تبني الدولة للرياضة اللبنانية من جهة، وأسلوب العمل اللي حيتم اتباعه من جهة تانية، ومدى تبني الأشخاص اللي هني خلف عودة رؤساء وأعضاء الاتحادات غير الفاعلين مرة جديدة إلى كراسيهم. يعني المشهد الانتخابي هو يلي رح يكون طاغي، ورستام المشهد الانتخابي مثل ما يقال بالصحافة دائما. استاذ جهاد سلامي ضيفنا باستديوهات تلفزيون لبنان ببيتك، اهلا وسهلا فيك، مساء الخير. يشرفني ان اكون على شاشة تلفزيون لبنان. يعني استاذ جهاد، الامر الواضح والامر الاساسي انه اليوم الانتخابات بالاتحادات الرياضية عم تتداخل فيها الحسابات السياسية مع الحسابات الإدارية، يعني بالاتحاد الواحد. يعني إذا أخذنا على سبيل المثال اتحاد معين، اليوم بعض التيارات السياسية بتعرف أنه بتعطي حصة هون لتاخد حصة هون، إلى أي مدى هالأمور رح تكون موجودة بالانتخابات المرتقبة؟ هلأ يعني الريبورتاج اللي حطيته هو ريبورتاج واقع مع بعض الأمور يلي أوقات لازم نضوي عليها بطريقة رياضية. اليوم من الطبيعي جدا أنه المكاتب الرياضة بالأحزاب تشتغل رياضة، هيدي وظيفتها، مثل ما وقت يكون في انتخابات نائبة المحامين، يما الأطباء، يما المهندسين، يما أي نائبات تاني، عم يكون في شغل لهالنائبات الداخلية بالأحزاب، وبالتالي الرياضة هي ضمن هالمجتمع وضمن هالواقع الحال. بس الأهم من هالشيء أنك أنت تسعى أنك تختار الرياضي الأفضل، الرياضي الشفاف، الرياضي الإداري بالمكان المناسب. ونحن عنا جرأة نقول أنه خلال تجربتنا السابقة من أن كان 2008 ل2012 يما 2012 ل2016، نحن بلا ما نترك الجمعية العمومية وبلا ما نترك الصحافة اللي هني حتما رأيهم كتير أساسي لإلنا،
قيمنا داخليا اداء بعض الاداريين اللي احنا دعمناه هون ولقينا انه فشلوا، مش معناتها انك انت اللي بتختار شخص على طول بده يكون مثل ما انت بدك، في عوامل عده بتخليه يفشل. اول شيء يمكن عدم توفر الوقت، يمكن عدم توفر المال، عدم توفر الجو العام، يما الجو العام، يما تركيبه الاتحاد، يما تركيبه البلد، يما بعض المواقع. بالتالي احنا واقعيين وشفافين وصريحين عند هالانتخابات، انه من بعد ما شفنا نتائج اللعب الاولمبيه، بعد ما شفنا كتير، وأنا كان عندي كذا إطلالة، كان عندي جرأة أقول إيه حتما رح يصير في تغيير وسنسعى أنه يكون في ثورة. يعني الربط صحيح بين الانتخابات يلي عم نتحدث عنها ويلي تحدث عنها التقرير، وبين نتائج الشيء اللي صار معنا بالألعاب الأولمبية والنتائج بشكل عام. يعني نحن بمرحلة يعني إعادة هيكلة الاتحادات لنحقق نتائج افضل. ما فينا نحط الحق كله على الاتحادات لانه الدوله غائبه، في تبني الدوله، لانه الدوله غائبه، وزاره شباب الرياضه ما عم تعمل المساعدات اللازمه، اللي من تعرف انت ميزانيات قديش غير دول ميزانيتنا، حتما الفرق. بس مش هذا يعني مبرر انه ما يكون في عمل عند الاتحادات. نحن اليوم عم نشوف انه في ظاهره اليوم بين كتير بالوسط الرياضي، وانا عم بلمسها، انه تقاعس بعض الاتحادات باداء واجباتهم. خلى الاهل هن يلاحقوا أمور أولادهم بالألعاب، صار عندهم فكرة وفاتوا على الشأن الإداري وطلعوا وفاتوا على الإنترنت، بطل العالم سكر، العالم صار مفتوح بالألعاب الفردية، من فروسية لمبارزة وانتوا بالمولسال ناشطين على الصعيد. صاروا الأهل يعرفوا كل الخبايا الأمور وفاتوا، صاروا هن عم يطرحوا حالهم اليوم بديل، إنه نحن هكاك عم نلحق أولاد، ليش إحنا ما مندير اللعبة اللي هي؟ ليش إجت هالمعاناة؟ معاناة إجت من خلال تقاعس بعض الاتحادات عن القيام بوجباتهم. بالتالي حتما سيكون في نوعية جديدة بالإدارة بالاتحادات، سنسعى إلى إيصال نوعية جديدة تتمتع بالشفافية الإدارية. من وين نجيبهم؟ نجيبهم هالمجتمع، هالمجتمع ثلاث أرباعه اليوم موجود بالأندية، بدك تختارهم الإداريين بالأندية وتدعمهم لوصولهم إلى الاتحادات، وتعطيهم فرصة 4 سنين يشتغلوا، نجحوا بتجدد لهم ثقة، ما نجحوا بتسعى الجمعية العمومية إلى تغييرهم. وبالتالي إيه رح يصير في تغيير، رحنا واقعيين بهذا الموضوع، ومش نحاسب، لأنه المحاسبة هي للشخص اللي بيقبض مصاري. هو جماعة كلهم مثل بيقولوا، هو دي كلهم أشخاص جايين مثل بيقولوا متطوعين للرياضة، يما بينجح لأنه متطوع ناشط، يما بيفشل لأنه متطوع غير ناشط لأنه ما عنده وقت. وبالتالي حتما رح يصير في تغيير بالاتحادات. بس بدي ألفت لك نظرك أنه في اتحاد الملاكمة صار انتخاباته وتغير، وصار في أمين عام جديد، لو أحد الأشخاص اللي ابن اللعبة عبد الحلبي اللي هو شخص كان مستبعد عن اللعبة وفات، وبدي جا هيدا اتحاد ملاكمة رح يكون فيه نفس جديد، وسنشهد الأسبوع المقبل 12 أيلول انتخابات الدرجات قبل الوصول لواحد عشرة انتخابات ألعاب الكوة. أحد الاتحادات الكبيرة ألعاب الكوة هو بلش واحد عشرة، يلحق اتحاد تزلج بستة عشرة وإلى ما هنالك من تواريخ. بس عندك الأجندة، الأجندة والتواريخ موجودة كلها بالاتحادات كلها، كل اتحاد عددهم وكل شيء. بس عم اقول لك انه راح صار في اتحاد الملاكمة انتخاباته، واتحاد الدرجات راح يكون الاسبوع المقبل، ونصل الى بدايه الشهر 10 مع اتحاد العاب القوى. كتيار وطني حر، وبصفتك المسؤول عن الرياضه بالتيار الوطني الحر، الى اي مدى اليوم المقاربه مختلفه عن السنوات الماضيه، او اذا فينا نقول عن الدوره الانتخابيه الماضيه بعد لمسناه من كوارث على صعيد الاتحادات الرياضيه بلبنان؟ انا شخصيا كمسؤول رياضه مع لجنه رياضة بالتيار رح يكون عندنا مقاربة كتير جريئة باختيار الأشخاص هالمرة للمناصب الإدارية بالاتحادات اللي لازم يكون فيها تغيير، لأنه رحنا لمسنا بما لا يقبل الشك فشل بعض اللي رحنا دعمناه هون ويلي غيرنا كمان دعمه. رحنا عنا جرأة نقول جريء. رحنا عنا جرأة نقول إنه رحنا دعمنا بعض الأشخاص فشلوا، وسمش نسبتهم فوق 40%. فوق مش نحن بس 40% فشل عام، بس إحنا الأشخاص اللي دعمناهم فشلوا لا تتعدى 15%، بس في فشل 40% على مستوى كل الاتحادات. يعني نص الاتحادات الرياضية في فشل فعلي وفيها فشل. فيها فشل، فيها فشل ما بيتحمل كل المسؤولية، جزء بيتحملوا هن، جزء بيتحملوا الوضع العام، بس مش مبرر انه هؤلاء الأشخاص ما يعملوا مجهود أكتر ويعطوا وقتنا للاتحاد أكتر تيقدر ينجح الاتحاد، لأنه إذا ما نضلنا متكلين على أموال الدولة رح نفشل. في كتير مصادر اليوم الاتحادات فيها تقوم فيها، في كتير شركات اليوم سبونسور، إذا بتقدم لها أنت ملف مزبوط تدعم، في كتير أشخاص مستعدين يساعدوا، بس هالأشخاص جربوا ولقيوا أنه الفشل الإداري ما بيخليك تنجح ماليا. وبالتالي لازم نشدد كتير، ما نفكر أنه العملية بس طابة ولعبة ومبارزة وكل شيء، مش بس أرض الملعب هو اللي بينجحك. إذا اليوم ما اقتنعنا أنه العمل الإداري هو مفتاح نجاح كل الاتحادات والأندية بنكون عم نفشل. لازم نوصل على أنه التنظيم الإداري يكون محترف عنا، لازم الإداريين بدي يفوتوا على الاتحادات يكونوا محترفين. مثل ما اليوم ما في أنت محامي تفوت على نائبة محامي، إذا ما بتعمل شهادة محامي
ما فيك تعمل مهندس إذا منك مهندس، وما فيك اليوم تفوت أنت على الوسط الرياضي بمنصب رئيسي ما أمين سريا ما أي عضو فعال إذا منك خاضع لدورات إدارية رياضية، إذا منك ملم. بس هيدا عم بتصير، يعني الاعتماد عم يكون على هيدا المنصب لطائفة معينة وهيدا الاتحاد لطائفة معينة. سنسعى إلى إقناع المسؤولين بكل الطوائف بكل أحزاب إنه يختاروا الإداريين يلي بيتمتع بالكفاءة الإدارية. بس أنتوا أيضا فتوا بهالطريق، يعني بطريق الاختيار على أسس محاصصة سياسية طائفية. لا انتبه، خلينا نكون واقعيين، الاختيار هو بيفرض حاله، المحاصصة بتفرض حالها بهذا البلد. اليوم مش أنا رضيت أن أكون ببلد اسمه لبنان نصه من مجلس نيابة مسيحية نصه من طوائف إسلامية، هذا البلد هيك راكب، والبلد راكب على أنه اليوم أكترية لعبة فوتبول موجودة عند طوائف إسلامية وأكترية لعبة ما قلبون كتيار وطني حر أي مكان بالفوتبول. اليوم نحن سنسعى بانتخابات 2017 أن يكون لدينا ممثل فاعل باتحاد كرة القدم. بس ما عندكم أندية؟ بلا عنا أندية. نحن اليوم بلا ما نفوت بالحسابات والدقيقة، بس نحن اليوم عندي الجرأة أنا أقولها اليوم على الهواء وبكل موضوعية، نحن اليوم مثل ما عم ندعم وصول أخواننا أشياء اتحاد الباسكتبول بأصوات أنديتنا، سنسعى إلى أن يتم الاتفاق مسبقا على أنه هن يدعموا أخواننا شيعة وصول ممثلين لنا اتحاد كرة قدم، لأنه رحنا هن ما فين يوصلوا بلا أصواتنا ورحنا ما فين نوصل بلا أصواتهم، مثل ما نحن معطيين بكرة سلة بيعطونا بكرة القدم. يعني هيدي هي التبادل والتحالفات، مش غلط هذا الشيء. طيب هيدا التحالفات يلي عم تصير قد ايه ممكن تخسر وقد ايه ممكن تربح، وإلى أي مدى اليوم التلاقي يلي عم نشوفه مثلا بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ممكن ينعكس على أرض الواقع بانتخابات الاتحادات الرياضية من بعد ما شفنا على سبيل المثال بانتخابات اتحاد كرة السلة أنتوا بمال والقوات اللبنانية بمال؟ هلأ القوات اللبنانية رياضيا نشطوا مؤخرا، يعني ما كان عندهم حضور قوي على الفترة السابقة، وبالتالي اليوم الحضور القوي تنكون واقعيين على الرياضة اللبنانية هي موجودة عند التيار الوطني الحر وعند حركة أمل بشكل أساسي، بيجي بعدين تيار مستقبل حزب الله الكتائب والقوات اللبنانية، وبالتالي العنصرين الأقوى على اليوم تمثيلا وإداريا وفعلا هو التيار الوطني الحر وحركة أمل. عندهم الهيكلية، عندهم الهيكلية وعندهم حضورهم ومنظمين أكثر على مستوى حضورهم وتحضيرهم للانتخابات. هلا اليوم القوات اللبنانيه يما الكتائب يما التشناك يما المرده يما حركه امل يما حزب الله يما مستقبل، كل الاحزاب عندهم مكاتب رياضيه، ونحن ما لنا مختلفين على مستوى المسؤولين الرياضه، سنسعى ان نكون ننطفق بس حتما ضمن الحجم اللي بيمثله كل فريق. طيب مقبلين على اتحاد جديد لكره السله اللبنانيه، الشخص يلي كان على راس الاتحاد يقال انه ما راح يكون موجود، ويقال أيضا أنه كان في عدم رضا من التيار الوطني الحر على رئيس الاتحاد، وبالتالي البحث اليوم عن رئيس جديد. ما في مناسبة أنا إعلامية، ما في طلة إعلامية إلا ما طلعت شكرت رئيس الاتحاد وليد نصار، أنا المتكلم الوحيد باسم الرياضة بالتيار الوطني الحر بصفتي رئيس اللجنة، ما خليت ولا مناسبة وعن أنيعة تامة أن وليد نصار هو من أنجح رؤساء الاتحادات، وإذا وليد نصار اليوم بيرضى أنه يرجع هو يرجع رئيس الاتحاد أنا أدعم رجعته إلى الاتحاد. هيدا علنا عم أقولها. وليد نصار شخص ناجح جدا، عنده كل الكفاءة أنه يدير اتحاد كرة سلة وأكثر من اتحاد رغم كرة سلة، رغم كل المشاكل اللي صارت بالباسكتبول، المشاكل اللي صارت ما تنسى أنه وليد نصار إجا على الاتحاد كان مجمد قدر فك تجميده، وليد نصار هو الشخص اللي قدر جمع بين المعارضة من الولايات وكان عنده ثقة عطوا إياها أنه راعي الفيفا ووقف البان عن لبنان، رجع لبنان على المحافل الدولية، نظم بطولة على 3 سنين لم تتوقف إلا لظروف استثنائية تعطلت البطولة ما بيتحمل هو مسؤوليتها، أقام كافة البطولات، كان فيه شوية ضعف بالبطولات فئات العمرية ما بي... يعني هذا جزء غياب، هذا جزء 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 بيتحمل اللجنة الإدارية مش رئيس الاتحاد، كان في المنتخب قد ما فيه قدر قام بوجباته وقدر أمن مساعدات، نشط على مستوى التسويق ومن رؤساء الاتحادات القلائل اللي أمن تسويق إلى البطولة من ناحية سبونسر، وأنا بعتبر أنه إذا بدون حط له علامة ناجح جدا وليد نصار. هلأ وليد نصار بتركيبته هو لقى أنه هو إذا بده يرجع باتحاد جديد بده يكون عنده نوع من لجنة إدارية تقدر تمشي على نمط، وهيدا الموضوع اللي بده يشتغل بالشأن العام بده شوي يتكيف أكتر مع الشأن العام مع الأشخاص بده يكون موجودين. عم تقلي اليوم اللجنة الإدارية يعني على نمط معين، وكان عم ينحكى عن تأثير على قرارات خارجية، يعني تحديدا من الأشخاص يلي استقدموا هاللجنة الإدارية، إلى أي مدى هالشي موجود؟ كلام مش مزبوط، يعني بيعرفوا كتير منيح أعضاء الاتحاد الكرة السلة وغيره اتحادات انه نحن وقت ندعم وصولهم نتركهم يشتغلوا، وفي او بعض الاوقات بياخذوا قرارات احنا بنعرف فيها بالاعلام، مش مزبوط هذا الكلام، بس لعبة كرة سلة وقت يصير في مشكلة على مستوى رياضي حكمة ويتدخل النواب والوزراء والبلد كله، ايه في مكان ما انت هون بدك تكون باك اب للاتحاد لانه بده قوة تعطيها،
ما بنحنا منتدخل إلا وقت يكون في مشكلة كتير كبيرة وهن بحاجة لقلنا تندعمهم بهذا الموضوع. بس على الروتين اليومي والعمل الإداري والمحاسبة اليومية والحكام والمصاريف اليومية ما حدا هيدي حتى استشارات ما بتكون موجودة أبدا إلا بالشؤون يلي هن بيعتبروا أنه بحاجة لحدا ينصحهم يا ماشي حتما بيرجعوا لقلنا ورحنا منكون موجودين تا نعطيهم النصيحة اللازمة دون التدخل المباشر. دفتر الشروط بخصوص النقل التلفزيوني نعم تم استشارتك بالموضوع بمكان ما وخصوصا عندك الخبرة الإعلامية الكبيرة وأيضا الخبرة الإدارية. هو هذا الأمر يلي عم يحصل لأول مرة من 20 سنة يلي كان مبادر له دكتور طلال مقدسي بعد ما طلب هالأمر من الاتحاد. إلى أي مدى أنتم حريصين اليوم فعلا بأنه أنتم عربين اتحاد الباسكتبول تصير المناقصة بطريقة شفافة؟ حتما اليوم أنت بتعرف أنه الأكترية اليوم داخل اللجنة الإدارية الحالية رحنا أحد أجزاء يلي بنمثلها، وبالتالي لو ما رحنا مقتنعين على أنه لازم يكون في شفافية تامة بوضع دفتر شروط كانت اللجنة الإدارية لن تضع دفتر شروط، كانت ضيعت الوقت. وبالتالي لا، عمل اللجنة الإدارية على وضع دفتر الشروط هو عمل احترافي، رحنا كنا داعمين لهذا الوضع لأنه رحنا مع أنه يكون في دفتر شروط ومع أنه يكون في مزايدة مفتوحة للأكثر اللي بقدم عرض تا لعبة والأندية تستفيدوا على الأكثر. رحنا مع أنه اليوم الأندية تستفيد من مدخول التلفزيوني، مش بس أندية درجة أولى، اللعبة ككل كل الدرجات والاتحاد ينشط أكثر. وبالتالي الدفتر شروط الوضع وضع بطريقة احترافية، تم الاستعانة بعض الخبراء لوضعه وسيتم تعديل مطرح ما لازم يتعدل. نحن حتما الأشخاص يلي دعمنا كأشخاص داعمين لأعضاء الاتحاد أنه ينوضع دفتر شروط وما تتخذ عملية من مثل بقوله لاين واحدة، تكون مفتوحة على كافة التلفزيونات المحلية واللي بقدم العرض الأحسن يكون هو عنده الحظ. بتشوف أنه كان في بمطرح معين ظلم للأندية على صعيد عائدات النقل التلفزيوني وبحاجة اليوم لعبة لهالدفتر الشروط والتنظيم على صعيد المناقصة وإعطاء حقوق النقل لأحد القنوات؟ كان لازم يجي نهار يصير في احتراف أكتر بدفتر الشروط وبنقل التلفزيوني. إجا هيدا نهار كان أحد الأشخاص اللي دعم هيدا الموضوع حتما هو الدكتور طلال مقدسي اللي قدم عرض مغري جدا، وهذا العرض خلى كل يوعى وخلى كل التلفزيونات المنافسة ترجع تنشط وترجع تبلش تنشط. أمام هذا العرض وأمام الرغبة عند كذا تلفزيون كان لابد من وضع دفتر شروط احترافي لفتح المجال احترافيا أمام كافة المؤسسات الإعلامية المرئية تقدم عروض، والأفضل اللي بيقدم العرض الأفضل مع كافة الشروط يلي بيستحوذ على يعني بيلتزم بدفتر الشروط كله مع العرض الأحسن هو أكيد التلفزيون سيفوز بالمناقصة. بعرف وجعوا لك راسك كتير باتحاد الباسكت بهالولاية، لأي مدى رح يكون في تغيير انطلاقا من الامور والمشكلات يلي حصلت من دون ما نفوت بالتسميات يلي الكل بيعرفها؟ ليك انا هلا ما في شك انك انت وكل الاعلاميين بتحب يعني الانظار مشدده على الباسكتبول، وانا بحترم لا رح نحكي بغير انا بحترم هذا الشيء بالرغم من انا ثقافتي الرياضيه بتقلي على انه مثل ما انت بتعرف البرازيل ربحت امبارح الالعاب الاولمبيه الفوتبول ضافت لها ميداليه واحده بينما بولت بيربح 4 ميداليات لبلده بيسبق البرازيل، يما بسباحه الامريكا كيف ربحت بالألعاب الفردية. الفردية وبالتالي اللعبة لعبة، بس بينما كرة سلة لأنه إعلاميا أكثر شعبية حتما نحن اليوم بكرة سلة ناويين بالتعاون مع كافة الأفريقاء إنه نتجنب أي معركة، لأنه عندما يحصل معركة بتصير أنت بدك كل واحد يوقف على جبهته ويدعم الأشخاص، وعند حصول أكثر من لائحة بتصير أنت تقدر تجيب أصوات، بدك توعد الأقضية والأندية والمحافظات أنك أنت تكون ممثلة بمعزل عن انتقائك أنت الشخصي، صرت أنت بده ينفرض عليك حضور ممثل تلك القضايا ممثل لأنه أنت عم تجيب أصواتهم بحسابات انتخابية الكل بيعرفوها، بينما نمسير في اتفاق على لجنة دون معركة فيكون تختار انت الافضل، لانه هون لازم يكون في وعي عند كافه الانديه انه خلينا نجي بلا معركه نختار الافضل ضمن التركيبه البلد اللي هي احترام تركيبه البلد وتوزيعه الطائفي حتما، لانه احنا ما فينا نتخطى تركيبه البلد ولا باي موقع لا بالرياضه ولا بغير بالرياضه، ودون الدخول بمعركه رياضيه، انه معركه رياضيه حتما ستحتم اختيار بعض الاشخاص يلي ما بتكون انت شخصية مقتنع انه بيقدموا العمل اللي بدك اياه بس لضرورة انتخابية بتدعمه. بس كمان استاذ جهاد يعني البعض بيقول انه عدم وجود المعارك الانتخابية عم يضر يمكن بالروح الديمقراطية بالانتخابات الاتحادية، وايضا البعض بيقول انه هالمعارك الغائبة عم تفرض تسويات عم يجي من خلالها اوقات الاحزاب عم تسمي شخص منه مخول انه يكون موجود بهالاتحاد او هيداك الاتحاد. ليك بلعبة مثل كرة السلة تسوية يعني بلعبة هلا عم بيصير في معارك وين ما كان، هي المعارك مش ضروري تكون بالانتخابات، فيها تكون معارك قبل الانتخابات، هي الاتصالات اللي قبل الانتخابات، المعركة فيها تكون بالمكاتب باختيار الأشخاص تكون معركة، بس عندما تختار الأشخاص بتكون انتهت المعركة، مش ضروري المعركة هي نهار يوم الانتخاب ويوم التصويت، ما
معركه فيك نعم. تطبخها قبل بشهر فيك تعملها بالجمعتين. طبعا انه قليل عم نشوف لائحه ولائحه مواجهه لا صارت باخر معركه كانت مباشره على التلفزيونات نقلوها المعركه صحيح. بين لائحه رئيس السابق بيير كاخيا وبين الرئيس الحالي وليد نصار وكانت معركه شيقه جدا واتحاد سباحه صارت واتحاد سباحه وبكذا اتحاد صار في معارك وبالتالي المعارك ما لنا غلط ويمكن احنا قادمين على عده معارك بكذا اتحاد وبينات تتوقع اكثر من قبل يكون في معارك انتخابيه انا برجح يعني المعارك انا برايي ما راح يكون في كثير معارك لا اقل من قبل السبب هل تقارب التحالفات السياسيه صار في قناعه اليوم بالحجم تبع كل فريق والكل صار في واحد بيعرف حجمه صار بيعرفوا الفرقاء حجم الفريق الاخر والمعركه اذا اليوم فريق بيعرف انه خسران قبل خليه يحاول يكسب بالتفاوض احسن من المعركه يخسر نهائيا عم يعني بسعة كتير كبيرة عم بتقولها هل هو عم تبني على النتائج مش عم بحكي عن موقع أنا عم بحكي عن الفرقاء يلي عندهم مواقع ويلي بيتفقوا مع بعضهم يعني من المفترض يحاولوا يتفقوا على الأحسن والفرق البقوة يكون عندهم قناعة على أنه يمدوا إيدهم يصير في تحاور على تمثيل الجميع ضمن الحجم يكون في قناعة كل واحد شو حجمه من أنه واحد يقول لا أنا حجمي أكبر من هيك فوت معركة ويخسر كل شيء. طيب كتيار وطني حر سمعنا بالتقرير كان عم ينحكى عن شيء اسمه مساءلة الاتحادات أو رؤساء وأعضاء الاتحادات بعد يمكن فشلهم بالقيام بواجباتهم أنتوا كيف بتواجهوا عضو أو رئيس ما قدم المطلوب منه وتقولوا له أنه أنت ما راح تكون مرشح أو ما راح تكون موجود بالتركيبة المقبلة لأي اتحاد؟ هلأ رحنا أمام شهرين ثلاثة من الانتخابات حتما اليوم على أبواب كل اتحاد وعلى أبواب دعوة كل اتحاد رح يتم الجلسة الصريحة مع كافة الأعضاء ويلي رح نشير لهم أنه اليوم بيسوى يصير في تغيير لأنه 1-2-3 صار في فشل هون مع فتح مجال لعود مستقبليا إذا كان تبين أنه اللي إجا ما أعطى الفرق اللي هو كان عم يعمله وإذا تبين أنه اللي إجا محلهم كان ناجح ساعتها بده هو يسعى أنه ينجح حاله عن جديد فيرجع يكون عنده حظ بالمرة المقبلة. حتما كتيار وطني حر رح يكون في نوع من نحن أصلا باجتماعات مفتوحة باجتماعات تقييمية وعلى دائما مش ناطرين انتخابات تنقيم الأداء البعض خلال كل أسبوع احنا أسبوعين من الاجتماع وبيكون عندنا أداء وجردي على كافة أعمال اتحادات في كتير مطارح كنا عارفين والخلل بس ما كان لازم ينحكى فيها بوقتها لأنه ما بتفيد الحكي بتفيد عند الانتخابات أنك أنت اليوم تصارح على الأشخاص الموجودين وتكون واقعي باختيار الأشخاص اللي بدوا يكونوا عم بيقوموا بالمهمة بالاتحاد الجديد. شو هي أنجح الاتحادات يلي كانت لكم بهالولاية الأخيرة الولاية الأولمبية؟ باسكتبول اتحاد ناجح بالرغم من كافة مجرد ما كل عالم موجع على الباسكتبول مجرد ما السبونسر بهمه الباسكتبول مجرد ما التلفزيونات اليوم مستقتلين يفوتوا على الباسكتبول وبمجرد يعني لعبة ناجحة أنا بأكد لك أنه لعبة ناجحة ليك كل الاتحادات عندهم لذا أخذنا الاتحاد المبارزة اتحاد الإسكريم عم يعمل نتائج كتير حلوة إذا أخذنا اتحاد التايكوندو كان بفترة عم يعمل كتير نتائج هلا آخر فترة نزل أدائه جودو عم يعمل نتائج حلوة البيبون نتائج متواضعة يعني إذا بدنا نيجي نقيم شوي النتائج بمجملة اتحاد رمية عمل نتائج في مكان ما تحط كريدي للاتحاد في مكان ما تحط كريدي أو إيه هون وين بينقص عمل الاتحادات إذا ما بدنا نحكي على الصعيد الفني طب اليوم الاتحاد بيقعد ينطر يمكن مكرمة من وزارة الشباب والرياضة بالوقت يلي قادر يعمل هو شغل ويقدر يجيب مصاري على الاتحاد ويقدر يمول نفسه بنفسه خلينا نكون واقعيين ليه ما عم بصير هذا الموضوع هل هو عدم الثقافة الإدارية الموجودة خلينا نكون ما تنسى رحنا من 2011 لغاية لهم من انطلاق الحرب بسوريا السوق اللبناني يلي كان ينفتح على الأردن على سوريا تسكر والشركات اللي هي شركات الكبيرة اللي كان يكون عندها مخزون اللي يكون عندها ربح وتصرف فيه على الرياضة خف اليوم وعم تجمع مصرياتها تدفع معاشات الموظفين بالتالي من 5 سنين لورا خف الدورة الاقتصادية خف الانعاش الاقتصادي وخف السبونسر بقي في بعض اللعبات اللي هي تستقطب الإعلام والتسويق بجلايا العالم 1-2 الاتحادات فيها تقوم وجباتها مدخول الاتحاد وأي نشاط بيقوموا فيه مجهود بيقدر يغطي مصاريفهم الشهرية مصاريفهم الاعتيادية بس أي منتخب بحاجة لإعداد على مستوى أولمبي ويمثل لبنان على مستوى إذا بلشنا غرب آسيا بعدين آسيا بعدين أولمبية بعدين دوليا بده دعم من الدولة نصحك تفكر اليوم فرنسا اللي جابت ترتيبها طلع السابع وعدد ميداليتها
قيمة المساعدة 450 مليون يورو بتدفع الدولة على اللجنة الأولمبية وعلى الاتحادات. شو 450 مليون يورو لفرنسا؟ أمريكا أكتر، روسيا أكتر، الصين أكتر. بالتالي مش الاتحاد الفرنساوي ولا الاتحاد لكرة القدم ولا الاتحاد الباسكتبول الفرنساوي لكرة القدم بمدخوله يمشي، لا، الدولة اللبنانية بتعطي للاتحاد الفرنساوي لكرة القدم، للاتحاد الفرنسي لكرة سلة، إلى ما هنالك الاتحادات قيمة سنوية وبتحط لهم مراقبين وبتصرف عليهم ليقوموا بوجباتهم يجيبوا ميداليات، كذلك أمر بريطانيا، كذلك أمر أمريكا. وبالتالي الدولة هي بالنسبة إلى صناعة الميدالية أولوية، بس تبي بتفرض رقابة وبتحاسب. رحنا عنا هون الدولة ما بتقدر تحاسب، ما بتعطي مصاري، اللي عم تعطيهم شو عم يروحوا؟ عم يروحوا أنجا مصاريف إدارية. بالتالي لكن دوركم أنتم مش الرقابة، رحنا الدولة عم نراقب، رحنا اليوم كعربين إيصال هالاتحادات، رحنا اليوم عم نراقب وعم نحاسب بالجمعيات العمومية، وما سيصير إلى محاسبة بالجمعيات العمومية واختيار أشخاص جديد هو نوع من المحاسبة. بس نحن كمان لازم نكون واقعيين ونقول إنه هالأشخاص إجوا كتر خيرهم، نحن عم نجي نحسبهم لأنه فشلوا، لأنه ما قاموا بالمجهود اللي لازم يقوم، بس مش فشلوا لأنه إجاهم أموال وسرقوها لا سمح الله، لا، فشلوا لأنه ما قاموا مجهود إضافي، بس ما إجا أموال وصرفوها بغير محلها فنحن نتهمهم بالفساد. ما في فساد مالي، في إذا بدك عدم نشاط إداري مكتمل، في عدم نشاط مالي مكتمل إنه يقدر يأمنوا تسويق، هيدا هو المحاسبة. بس مش اللهم إنك أنت عم تحسبون على فساد ما ذكرت لي بين الاتحادات الناجحة واللي هي محسوبة عليكم، إذا بدك اتحاد ألعاب القوى واللي هو قريبين من انتخاباته، ويقال إنه في تغيير على الصعيد الرئاسي، أول ما رح يكون رولان سعادي رئيس. أول شيء وعن ترشح نعم طلب الجاني أيضا أمين هلا السر. نحن اليوم بطور إجراء انتخابات ألعاب الكوة وغيره من الانتخابات. أنا برأيي رولان سعادي كرئيس إجا على اتحاد ألعاب الكوة بالفترة اللي كان فيها أثبت أنه رئيس ناجح. رولان سعادي إجا على لعبة كانت ما فيها مدخول، حتى عالميا برزت ألعاب الكوة بعهده، ما كان في مدخول مالي، ما كان في صندوق، في وفر المدخول اللي فايت خلال 4 سنين من خلال نشاط اللي قام فيه اللجنة الإدارية على رأس رولان سعادي مع الوزارة ومع المراجع الأمن يشكر عليه. أنا برأيي مش كلام دقيق إنه اليوم رح يصير في تغيير، رح يصير في تغيير بألعاب الكوة، بس يمكن تغيير يطال أمين السر مش الرئيس. أها، هيدي كمان من التصاريح النارية اللي فيه اعتبرها بهالحلقة. أكيد طيب. لأنه رئيس نجح، أمين السر كان عنده شوية من العمل اللي هو استفرادي بألعاب الكوة، ما كان في تناغم بين أعضاء. لا كان في تناغم، بس رئيس أمين السر بحب يشتغل كل شغل لوحده، وهذا الموضوع لازم يفهمه كل أمانة السر وكل مسؤولين إنه يكون في عمل جماعي. بتصور المحاسبة بتكون لأمين السر أكثر من رئيس بألعاب الكوة. طيب سؤال الأخير بالليلة، دورك كمحاضر أولمبي وأيضا بعد النتائج الكارثية اللي بعثتنا بالألعاب الأولمبية وانطلاقا من النتائج، يعني بستغل فرصة أيضا تبارك لمبارز زين مولا صار نتائج رائعه بالبطوله، اليوم جابوا ميداليه ذهب كمان، اليوم جابوا ميداليه، اليوم جابوا الفرق البنات ذهب بالإيبي وبرونز بالفلوري. اليوم كيف دورك رح يكون لنقل الرياضه اللبنانيه الى مرحله افضل انطلاقا من دورك كمحاضر اولمبي وايضا لمساعده الشباب بابعاد من الاخر بالابتعاد عن كل هالتجاذبات يلي عم يفوتوا فيها السياسيه الرياضيه؟ دقيقه من الاخر، اذا وزاره شباب رياضه ما رح يجي وزير شباب رياضه مختص ويعرف كيف يحرض بداخل مجلس الوزراء، يقدر يجيب الأموال ويقاتل لوزارته وزارة شباب رياضة ميزانيتها توصل ضاهي كل الوزارات وتصير وزارة سيادية، ما رح نقدر نبني رياضة بالبلد. لأنه اليوم ما فينا رحنا بقى نحط مسؤولية لا على اللجنة الأولمبية ولا الاتحادات ولا حدا في ظل غياب تام للاستراتيجية الوطنية اللي بتوضع الدولة اللبنانية من خلال وزارة شباب رياضة، مثل ما باقي الدول بتوضع من خلال المراجع اللي هي عندهم الوزارات وكل شيء. حيش بقى نروح ونجي ونطلع في وزارة شباب رياضة، لازم المسؤولين يعرفوا انه لازم على رأس وزارة شباب رياضة يجي شخص عنده كل الكفاءة الإدارية والمالية والمستقبلية والاستراتيجية انه يقدر يصنع من وزارة شباب رياضة وزارة تقدر تأمن لكافة الاتحادات ولكافة الرياضة اللبنانية ما يلزمها من متوجبات. وانا امنيتي شخص بطلع يكون على رأس هالوزارة يوما ما، انتصار للرياضيين بطبيعة الحال وللإعلام اللبناني أيضا رح يكون. بتشكر كتير حضورك معنا الليلة، معلومات قيمة جدا، وبالتأكيد يعني بنتمنى أنه المرحلة المقبلة ما تكون مضطربة على صعيد الانتخابات ويكونوا الأشخاص المناسبين بالمكان المناسب. شكرا لك استاذ جهاد سلامه. مشاهدينا يعني طبعا بموازاه الكلام على الانتخابات السلويه ايضا وكره السله اللبنانيه، بانتظار لبنان استحقاق مهم عبر النادي الرياضي وبطوله الانديه الاسيويه، القرعه اللي كانت عم بتصير والرياضي رح يكون بمجموعه مش سهله ابدا.
وقع الرياضي بمجموعة الموت ببطولة آسيا يلي بتستضيف الصين من 8 إلى 16 تشرين الأول المقبل. القرعة وضعت بطل لبنان بالمجموعة الأولى إلى جانب بيتروشيم الإيراني والريان القطري وأو أن جي سي الهندي وبويايان التايواني، فيما ضمت المجموعة الثانية زينجيانغ الصيني والشرطة العراقي وبارسي أتيرو الكازاخستاني وويست سبورتس ماليزيا دراغونز الماليزي والأهلي الإماراتي. مهمة النادي الأصفر ما حتكون سهلة بضم لقب أسيوي جديد لخزائنه بعد ما أحرز أبناء المنارة لقبهم الأول عام 2001، لكن اللقب هالمرة في حال تحقق حيكون له طعم مختلف، خصوصا أنه حيرفع على الأراضي الصينية، وخصوصا أنه الفريق الصيني القوي بضم النجم الأمريكي أندري بلاتشي واعتماد الفريق القطري كالعادة على الأجانب المميزين فضلا عن المجنسين. ومن جهة الرياضي رح يشارك بأجنبيين وحيفتقد خدمات إسماعيل أحمد لأنه ما بيقدر يشارك كلبناني بالبطولة، وإدارة الفريق عم تدرس إمكانية تدعيم الفريق بلاعب ارتكاز لبناني ليشارك معهم على سبيل الإعارة بالبطولة. بطولة آسيا حتعود هالسنة بعد غياب 3 سنوات، والنسخة الحالية حتكون الأقوى من سنوات بظل مشاركة فريق صيني وعلى أرضه وبين جمهوره، ما يرفع من المستوى الفني ومن حدة المنافسة. البريك الأخير بحلقتنا الليلة منعود بعد أنا وياكم لعند داني ورالي لبنان، أكيد رح يكون العنوان الأساسي. رالي لبنان الدولي اللي هو كان المحطة الأبرز خلال هالأسبوع، معروف أكثر تحت عنوان مقبرة النجوم العرب، لا سيما بسبب الأفخاخ الموجودة دايما على الطرقات. هالسنة كان عم بيشكل مفاجأة من نوع خاص رح نعرفها بهالتقرير. رالي لبنان الدولي عرف هالسنة جولة غير اعتيادية لما تم إقصاء عبد الفغالي على سكودا فابيا آر عن المركز الأول بعد غلطة على أحد الممرات، وفق المنظمين اللي أشاروا إلى أنه عبدو استعان بمنفخ هواء بدل تغيير الدولاب. شي بزعل، العالم كلها زعلت، العالم كلها بتعرف مين بيستاهل يربح. تامر غندور اللي ربح هلأ خينا وحبيبنا، نحن ما عم نحكي شيء، هو بيعرف حتى مين بيستاهل يربح كمان كان، بس هذا قرار أخذوه. It's their call، معنا ما رح تقرب وتأخر بالنهاية، معنا أي مشكلة. فذهب المركز الأول لتامر غندور اللي قدم المطلوب منه خلال هالجولة الرائعة بعد انسحاب الدوليين روجيف غالي بطل الرالي ب 12 مناسبة، والقطري ناصر العطية المعروف أكثر براليات الشرق الأوسط ورالي دكار. المهم أنه نحن طلعنا بوديوم رالي لبنان، وصلنا بسلامة وربحنا بطولة لبنان للراليات، هيدا هلأ موجود أهم شيء. هالنتيجة سمحت لرودريغ الراعي أنه يكون بالمركز الثاني رغم الانتكاسات اللي عرفها طوال أيام الرالي، إلا أنه السيء الشاطر عرف كيف يسطر اسمه بسجلات الرالي الدولي الشبيه برالي كورسيكا وألمانيا الدوليين. رالي لبنان صعب سبحان الله، بده واحد يكون يعرف يحط استراتيجي ويعرف كيف بده يعمل، وهارد لك للي ظهر. نحن صار معنا مشاكل بس كتر خير الله كان عنا عزم إن نفوت بوديوم ونربح الجروب N، وكتر خير الله حصلنا يعني. فإذا مع فوز تامر غندور بالرالي الأجمل بحياته، بيكون السيء الشاب عمل المطلوب منه وفاز ببطولة لبنان للراليات لعام 2016. أما بالنسبة لعبد فغالي وبعد قرار اللجنة المنظمة والقيمين الدوليين، فتم إعطاؤه فقط المركز الثالث، وراحت الفرحة الأكبر بالفوز برالي لبنان لأول مرة بمسيرته بعالم الراليات أدراج الرياح. من سرعة الطرقات اللبنانية لسرعة الأحواض الصغيرة ومروح لبطولة لبنان. السباحة بلبنان من أجمل ما يمكن تتبعه من قريب ومن بعيد بالرياضة اللبنانية، بما أنه دايماً بتكون المسابح مكتظة بالسباحين القادمين من كافة النوادي اللبنانية لتسجيل أفضل النتائج وتحطيم الأرقام السابقة. أما على صعيد تغطية هالرياضة من قبل وسائل الإعلام، للأسف هالأمر غير موجود. الأهالي بيركضوا كتير ورا أولادهم، بيتعبوا كتير،
لازم نعمله مع التلفزيونات نشجعهم هن من بمدرة حسنية منهم لازم ينقلوا كل شيء ألعاب فردية. رغم هالظروف الصعبة اللي عم بمر فيها واقع السباحة اللبنانية، إلا أنه القيمين لم يرفعوا راية الاستسلام وفضلوا المتابعة بالرياضة الأعز على قلوب السباحين بفضل جهود الأهل وكل مين له مصلحة بهالمجال. نحن عم نشارك بكل البطولات، والسنة في أندية لحتى عم بتشارك وعم تفتح المسابح تبعها، وعم نشارك بالريو السنة معكم خبر، شاركنا بالريو وعم نشارك بدبي، لأن نحن مستمرين. لبنان اليوم صار عنده 8 حكام دوليين بيقدروا يجاروا مستوى الحكام العالميين لإقامة دورات دولية ومتابعة عن كثب تطور السباحين، علما أنه هالأرقام لوحدها لا تكفي، بما أنه لازلنا بحاجة لبعض الأمور التقنية لنصير فعلا نعرف شو عنا. إذا بك تحكي تجهيزاتنا أصنع كتير، يعني عندك السكور بورد، عندك الكاميرات تحت الماء للتصوير، عندك في أجهزة الانطلاق يلي بتعطيك فرق الوقت بين إشارة الانطلاق وانطلاق السبيح، هذه جهاز بيكون محطوط على البلاتفورم. أما ببطولة لبنان للسباحة اللي جرت على مدى 4 أيام متواصلة بالمسبح الأولمبي بالجامعة اللبنانية بالحدث، جميع المتبارين كانوا مرتاحين لجهوزيتهم، وتم تسجيل العديد من الأرقام القياسية، أبرزهم كان مع سباحة ال 200 متر حرة مع جوزيف نادر لما سجل 2:45.84، علما أنه الرقم السابق كان مع موسى شامي مع 3:09.53. كان نادي الجمهور بالمركز الأول أمام مطيلب ثم أوركا ونجاح وبالأخير فوربي. بس بلبنان عبارة دائما نسمعها، بس بلبنان بطل بيطلع إلى أعلى منصة درجة التتويج وبيعود من بعدها لينزل ويسلم مكانه لحدا غيره. هذا الأمر يلي حصل مع عبدو فغالي وتامر غندور، لقطة الأسبوع بتيل سبورتس، والختام أيضا. إلى اللقاء. قرار الحكام باعتبار الفائز بالمركز الأول تامر غندور.